لكن ندخل على أنفسنا أشياء تذهب عنا الخشوع. أحد الأشخاص كان يصلي، فعصام بن يوسف رأى حاتم الأصم وهو يصلي فأعجب بصلاته. بعد ذلك تقدم إليه بعد الصلاة وقال له: كيف تصلي؟ يعني أعجب بتلك الصلاة، كيف تصلي؟ قال له: أصلي كما أمر الملك، يعني أفعل كما أمر الله. قال: أخرج بخشية، يعني يخرج من البيت. شو من هنا تبدأ الصلاة عنده عند حاتم؟ من البيت. قال: أخرج بخشية وأدخل بالنية وأكبر بالتعظيم وأقرأ بالترتيل وأركع بالخضوع وأسجد بالخشوع وأجلس بالأدب وأسلم بالتبتل وأرجع بالخوف، ثم أقول: لا أدري أقبلت مني أم لم تقبل. فقال له عصام: إن كانت هذه هي الصلاة فما صليت في حياتي قط. يعني تسع إجراءات للصلاة، تسع أشياء قبل الصلاة تكون، تبدأ من البيت. قال: أمشي بخشية وأدخل بالنية، يعني إذا دخل من الباب كأنه في صلاة، لأنه دخل بنية الصلاة من الباب، فإذا دخل من الباب كأنه في صلاة. نحن الآن يقيم الصلاة، يقيم للصلاة، ونحن بعدنا نتابع الرسائل، نتابع الهاتف، بعد ذلك نشتكي عدم الخشوع. قال: أكبر بالتعظيم، تكبيرة الإحرام، وأقرأ بالترتيل، وأركع بالخضوع، وأسجد بالخشوع، وأجلس بالأدب. لماذا يتأدب في الجلوس؟ لأنه يسلم على النبي. في الصلاة نقول: السلام عليك أيها النبي. ونحن تو إذا حد راح العمرة ولا راح، أقول: سلم على الرسول. أنت تصلي تسلم عليه في كل صلاة. قال: أجلس بالأدب. وبعد ذلك قال: أسلم بالتبتل. خلاص انتهت الصلاة، نحن مجرد السلام انتهت الصلاة عندنا. قال: لا، يرجع بالخوف، يقول: أرجع بالخوف، ثم أقول: لا أدري أقبلت مني أم لم تقبل. فبالمرة رد عليها عصام، قال: هي هذه الصلاة مطلوبة منا؟ قال: إذا كانت هي هذه الصلاة وذكرتها أنت تو، يقول: أنا ما قال لي صليت. فعلا